بعد الدخول الرسمي لفصل الشتاء وتوقع خبراء الأرصاد بمرور البلاد بتقلبات شتوية قاسية من حيث الأمطار الكثيفة والأعاصير على مختلف الطرق، تم رفع درجة الاستعداد القصوى وكافة التدابير اللازمة لاحتواء ما ينتج عن تلك التغيرات، وفي تغطيتنا هنوفيكم بكل التفاصيل. وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تتعرض لها المحافظات خلال اليوم الخميس والأربع وعشرين ساعة القادمة، وذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة وتصل إلى غزيرة ورعدية على محافظات منها دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية والأسكندرية ومطروح، مع نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. أيضاً تلقى اللواء هشام آمنة تقريراً ظهر اليوم الخميس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة موجة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات ومتابعة رفع تراكمات مياه الأمطار ورفعها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات. وقال اللواء هشام آمنة أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، مؤكدا أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري لمواجهة حالة الطقس السيء التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية. أيضا أشار التقرير إلى أنه تقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس الموافق 28 من شهر 12 بجميع المدارس في ثلاث محافظات وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية أيضاً. أيضاً وفي هذا السياق وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز والمحافظات وخاصة المدن الساحلية واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري وكذلك محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق، وشدد وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري مع أي مستجدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لها تراكمات الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع. أيضاً كلف اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بها للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة. وناشد أيضاً وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو اللافتات والإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنباً للتعرض للحوادث المرورية
حتى استقرار في حالة الطقس. مشاهدينا، هذه كانت كل التفاصيل الخاصة بملف التقلبات الجوية وما يعقبه من تجهيزات واستعدادات. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقع صدى البلد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.